حكم الزواج العرفي لامرأة والديها متوفان وذهب مع الخال ليحل مكان أبويها، هل أعمامها موجودون؟ الخال ليس من العصبات، فأعمامها من العصبات هم الذين يزوجون، إن لم يكن لها أعمام من العصبات فحينئذ يزوجها المأذون، والله أعلم. ويجوز أيضا إذا كان إخوتها أو عصبتها موجودون ووكلوا الخال أن يقوم الخال بهذا التوكيل.